عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. بقى عندك، بس قبل ما ابدا حط النية بتاعتك. يلا نشوف النية بتاعتك ونشوف ايه الاخبار. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب انت هنا او انتوا خارجين من علاقة، العلاقة اللي انتوا كنتوا فيها دي كان فيها بعض المشاكل، كان فيها بعض الضغط، كان فيها توتر، وكان فيها حيرة، لدرجة ان انتوا خلاص حطيتوا حدود بينكم وما بين اشخاص كتيرة جدا في علاقاتكم، او بينكم وما بين اشخاصكم في العمل، اشخاصكم في الحياة، الله اعلم. بس انت حطيتوا حدود بينكم وبين اشخاص اذوكم ونزل عليه، نزل عليكم منهم ضغط. ركز معايا، عندك هنا واحدة ست، الواحدة ست دي بوشين أعدلكم ومرصودالكم ودايما بتظهر في قراءاتكم. الست دي أعدلكم، تحس وشها رفيع بس ملامحها تحسوا ان هي بريئة، احذروا منها. مرصودة وقاعدة شغلة بالها بيكم، لدرجة ان هي بتسلط ناس عليكم علشان تعمل لكم مشاكل. الفترة اللي جاية دي هيكون عندكم زيارة، الزيارة دي هتكون حلوة، هيكون فيها شخصين او ثلاث اشخاص، هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في بعض المواضيع المهمة اللي هتتفتح بينك وما بين طرف تاني في حياتك. عندك حبة اعراض بدأت تظهر على جسمك، عندك بعض الارهاق، بعض التعب، او بعض النفور من قعدة ناس معينة في حياتك. الايام دي انت بتشتغل، انت بتدرس، انت بتذاكر، انت ناوي تطلع من اللي انت فيه. اتظلمت كتير من ناس ومن اشخاص ومن مقربين لحياتك، لدرجة ان انت هنا قاعد ما بتعملش اي حاجة. مش حاليا انت مش عايز تنتقم من حد ولا عايز حاجة من حد، كل اللي انت عايزه ان انت تعمل حدود بينك وما بين اشخاص علشان خاطر هي دي نقطة البداية. عندك كام يوم هيفرحوك في خبر هنا طال انتظاره، الخبر ده بقاله مدة انت عمال تشتغل عليه، الله اعلم ايه هو الخبر ايه. القراءة تنطبق على الجميع، فبالتالي ممكن يكون خبر محكمة، خبر جواز، خبر حمل، خبر رجوع، الله اعلم. بس انت عندك هنا كمية انتظار. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك حبة تغيرات، حبة تغيرات في ورق، حبة تغيرات في انطلاقات، حبة تغيرات في مشاريع، الله أعلم. بس خليلي بالك من الست اللي بوزها ناشف، اللي هي وشها رفيع بس ملامحها تحس ان هي بريئة او اصغر من، دايما بيقولوا لها انت شكلك حلو الكلام ده كله، فانتوا تخلي بالكم من الست دي علشان هم دول اللي بيعملوا المشاكل. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك بعض الاكتشاف، بعض القدرات العالية، هيكون عندك بعض النجاحات. انت ناوي على حاجات كتيرة جدا تعملها، او ناوي ان انت تطلع لفوق، وبالفعل انت هتطلع ما تقلقش خالص، بس عايزاك تهدي اعصابك ومش عايزاك تدخل في اي مواجهة بين اشخاص حواليك ممكن يضايقوك او يعملوا لك اي مشكلة سلبية في حياتك. والاجتماع او العزومة او اللقاء اللي هيكون مع ثلاث اشخاص، خلي كل كلمة طالعة من بقك تكون حريصة وحكيمة لحياتك الفترة اللي جاية. طيب، عين قوية صيباكو، عندك عين قوية. العين دي هي اللي مخلياك حاسس بنغزة، حاسس بتوتر دايما، حاسس دايما ان انت حياتك واقفة، انه مفيش اي حاجة بتتم او في اي استكمال لاي مواضيع. العين القوية دي هي اللي صايباك بالفلوس المتبخرة. يعني ايه فلوس متبخرة؟ يعني مفيش فلوس بتقعد معاك، ولو في فلوس فضلت بتلاقيها اتصرفت من تحت الارض ما تعرفش ايه السبب، فدايما فلوسك متبخرة.
الست دي عاملة زي التعبان بتلف حوالين رقبتك لدرجة ان هي ممكن تكون عايزة تعرف اخبارك من اي حد او من اي طريق، فياريت تخلي لي بالك عندك لم مواضيع او مواضيع هتتفتح وانت اللي هتلمها. في قرار انت لازم تاخده الفترة اللي جاية دي، علشان القرار ده انت عملت حاجات كتيرة جدا علشان تاخده، يعني ما كنت ساكت. القرار ده هيتوجب عليك تاخده في اقرب وقت علشان هيطلعك من مشكلة طال انتظارها. انت عندك تغيرات حلوة جدا، بس عندك موضوع تعبك نفسيا، موضوع عامل لك كذا حاجة او كذا تفكير. الفترة اللي جاية دي احب ابشرك واطمنك ان انت عندك لم شمل مع اطفال، عندك لم شمل مع احبة، الله اعلم. بس خليلي بالك من برضو واحدة ست بقها واسع، الست دي بتتكلم كتير، تحس ان هي بتتكلم كتير جدا، خليلي بالك منها. انت طريقك مفتوح وعلشان كده دايما بتختار طرق حلوة جدا، فانت هتبقى عندك اثبات وجود وهيبقى عندك كذا بداية. ومش كده وبس، كمان ده انت ناوي تدخل في مشروع، المشروع ده هيكون فيه كذا اتصال، هيكون فيه كذا مكالمة، الله اعلم. بس انت اليومين دول حرفيا مش ناوي تكلم حد ولا ناوي تتعامل مع بشر، عايز تفضل لوحدك وتقفل على تقفل على نفسك اوضة، وده اللي باين قوي ان انت عايز تقفل على نفسك ومش عايز تتكلم مع حد، وعايز تهدى شوية وتبدأ تعيد حساباتك. وبالفعل هتعيد حساباتك، بس مش عايزاك تفكر شو يعني، مش عايزاك تفكر خالص في اي علاقة من الماضي، اي علاقة من الماضي او اي حاجة من الماضي ما تفكرنيش فيها خالص، لا فكر في المستقبل علشان عندك امور حلوة. الفترة اللي جاية دي هيبقى ممكن يكون في كلام بينك وما بين الشريك، هيبقى في بعض الامور بينك وما بين الشريك باذن الله، هيبقى في بعض الامور بينك وما بين الشريك. انت دايما كنت بتكتشف خيانات من الشريك، دايما كنت بتكتشف ان انت حظك قليل، وبالفعل خلي بالك انت في حياتك العاطفية الحظ عندك قليل جدا، لدرجة ان انت كل ما تدخل في علاقة او في ارتباط او اي حاجة تخص الحياة العاطفية دايما بتطلع انت المهموم وبتطلع انت اللي خسرت كتير، لدرجة ان انت دخلت في علاقة مش هقولك ان انت اكتشفت خيانة، بس اكتشفت ان انت كنت ضحية من كتر التنازلات انت بتيجي على نفسك. خلوا بالكم ان انتوا بتيجوا على نفسكم زيادة عن اللزوم في علاقاتكم العاطفية، او بمعنى اصح بتدوا كتير، يعني لما انتوا قلبكم طيب جدا ودايما حظكم قليل، قلبكم طيب. عندك دي حوالي كام خطوة بالظبط وهتوصل لهدف حلو جدا، او هتوصل لتغيرات حلوة انت ناوي عليها. ما تقلقش خالص، انت عندك اخبار حلوة، واحب ابشرك اني عايزاك تتفائل، عايزاك تكون متفائل علشان خاطر انت ان شاء الله باذن الله هتطلع من حاجات كتيرة جدا خانقاك وضايقاك. عندك كمان هنا حد مش هقولك بوشين، بس عندك ست كبيرة، الست الكبيرة دي بتاعت مشاكل، الست الكبيرة دي تحسها ان هي قصيرة شوية، مش تحسها مكعبلة كده، يعني ايه ست قصيرة مش طويلة، وجسمها مش رفيعة، جسمها يعني قصيرة وجسمها كده، يعني هي مش رفيعة ولا تخينة، جسمها عادي. الست دي خلي لي بالك منها، عشان الست دي بوشين، ايوه بوشين، بتودي كلام وبتجيب كلام، هي ست كبيرة في السن، تعدي 50 سنة، مش اصغر من 50، هي تعدي 50 سنة، صغيرة كده، وتلاقيها ايه عاملة حباي، عاملة حبيبتك، عاملة مقربة منك، بتحب تعرف اخبارك. فخلي لي بالك من الستات الكبيرة دي، علشان بيكونوا دايما مش عايزين حد احسن من بناتهم، دايما مش عايزين حد مميز عن بناتهم، فتخلوا بالكم كويس جدا من الاشخاص اللي هم بوشين حواليكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انت هنا عندك هدية،
الهدية دي في حد كبير عندك هيقدمها لك، او في حد ناوي يكلمك، او حد عندك ناوي ان هو يبعت لك هدية مع حد، انت في حوار هدية عندك او موضوع هدية. فالفترة اللي جاية دي هيكون في هدية هتتقدم لك، وفي نفس الوقت هيكون في عرض حلو جدا بينك وما بين حد مشاكل، بس العلاقة لسه مستمرة او لسه ما اتقطعتش، بس انت عايز تنهيها. انت في هنا علاقة عايز تنهيها علشان حاسس ان انت ما جالكش من العلاقة دي خير خالص. عايز اقولك ان الفترة دي فيها بعض الحماس ليك، في كام يوم كده هتصحى من النوم هتحس ان انت عندك نشاط وعندك حماس تقدر تاخد القرار المهم الحاسم اللي في حياتك. ما تقلقش خالص، علشان خاطر انت كذا يوم هيبقى عندك اخبار حلوة او هيبقى عندك توقعات جديدة، انطلاقات جديدة الله اعلم، بس انت ناوي، وطول ما انت ناوي هتبدأ تشتغل على نفسك وهتبدأ تستمر. وعلشان كده احب ابشرك واطمنك ان انت هتحمل كام يوم فيهم اخبار سارة، وهيبقى الحماس والتفاؤل من حياتك. وعايز اقولك كمان ان في يوم هيكون ايجابي جدا ليك، هيخليك تحس ان انت عندك حاجات كتيرة جدا. نجمك هنا هيلمع، والنجم اللي هيلمع ده هيبقى وراه اسباب سارة، يعني هتلاقي الشخص اللي هيناسبك في حياتك الفترة اللي جاية، وهيحمل ليك بعض المكافآت، هيحمل ليك بعض الامور الجذرية اللي هتكون في حياتك الفترة اللي جاية. انت بس اللي جايبك ورا وتعبك نفسيا هو الحسد الشديد من الست الخبيثة اللي قعدالك ومترصدالك. الست الخبيثة اللي دايما بتلاقيها كده بتسأل عليك كتير بالمحبة او بالكلام، خلي بالك منها دي وما تشغلش بالك. انت طول ما عندك ارادة وعندك ثقة بالله صدقني الحسد مش هيأثر فيك، بس خلي يعني حصن نفسك، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. لو انت هتفضل مركز على اللي حسدك واللي سحر لك، انت اللي هتتعب نفسيا، وهو ده اللي باين لك. انت عندك جري تفكير رهيب لدرجة ان انت هنا عندك بعض الكوابيس المزعجة، عندك بعض الكوابيس اللي تصحى من النوم مخنوق. اغلبكم بيصحى من النوم كسلان حيران متضايق ملهوش نفس يعمل اي حاجة. طيب انت هتفضل للحال ده؟ لا، الحال ده مش عاجبك، وعشان كده ناوي تعمل بعض الامور في حياتك المستجدة اللي هتجدد من نفسك فيها. احب اطمنك كمان خلال كام يوم بالظبط، وهتسمع خبر حلو، خلال كام يوم هتسمع تغيرات جديدة تخص حياتك العاطفية، هتشتغل وهتعافر وهتتخطى اي مشكلة في حياتك الفترة اللي جاية، علشان خاطر انت ناوي تفعل حاجات كتيرة جدا مستجدة في حياتك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بالفعل هتفعل كذا حاجة تخص حياتك ان شاء الله بإذن الله. طيب ابشرك تاني ان انت عندك لم شمل كده، ظهر لك مرتين لم شمل، فده كده عندك انت لم شمل مع اشخاص احبة، مع مقربين لحياتك. بس خلي لي بالك من اجتماع بيدور عليك اذى، حفرة عايزين يوقعوك فيها الايام اللي جاية. انت اليومين دول بتعاني من وجع في ظهرك غير طبيعي، بتعاني من ألم في المعدة، ألم في المفاصل الله أعلم، لدرجة ان انت ناوي تعمل تحاليل، ناوي تعمل حاجات مستجدة تخص حياتك الصحية. بالك مشغول بحياتك الصحية جدا وبتسأل، او انت كاشف ومستني التحاليل الله أعلم. في هنا كمان رسالة او مكالمة مهمة تخص حد، مستني حاجة تخص حياتك. بالنسبة للمطلقات او المنفصلين، انتوا هنا عندكم طاقة فراغ، المنفصلين عندكم طاقة فراغ. في كلام بيدور عليكم، خلوا لي بالكم من الكلام ومن اي حد ممكن يقعد معاكم يقول لكم
يعني يحاول يشدكم في الكلام علشان تكلموا وهو طرف ثالث بيتدخل، فياريت ما تغلطوش بأي كلمة ممكن تقولوها قدام حد، وتخلوا بالكم من كل كلمة طالعة من لسانكم علشان خاطر ما تقعوش في مشكلة مع حد. هيبقى في اتصالات الأيام اللي جاية، وهيبقى في كلام بينكم وما بين حد، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا وتكونوا حريصين. لو انتوا عندكم اطفال خلوا بالكم منها، ولو في حد من الاطفال دول تعبان ياريت تكشفوا عليه، وتحاولوا دايما يعني تعالجوه لو كان عنده مشكلة، او لو كان بيعاني من اي حاجة ياريت دايما تعالجوه اول باول، علشان خاطر ما تحسوش ان انتوا قصرتوا في حق الاطفال دي، علشان انتوا مش ناقصين، اللي انتوا فيكم مكفيكم. في كمان هنا حياة جديدة، والحياة الجديدة دي هيكون وراها خبر حلو، والخبر الحلو ده انتوا اللي هتشتغلوا عليه، علشان انتوا ناويين على حاجات كتيرة جدا في حياتكم تعملوها الفترة اللي جاية. وبالفعل انتوا عندكم حظا تاما، هيكون فيها بعض الامور اللي هتستجد في حياتك، حبة نشاط، حبة تفاؤل، حبة أخبار حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ما تقلقوش خالص، انتوا عندكم انتصارات عظيمة، وإن شاء الله هتفعلوا حاجات كتيرة جدا حلوة، ما تقلقوش من أي حاجة خالص. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب، في باب، الباب ده كان مقفول بقاله مدة وانت عمالين تدقوا عليه، الباب ده كان طال انتظاره في حياتكم. الباب ده هيتفتح، ومن خلال الباب ده هيبقى عندك طريق، الطريق ده هتعيد ثقتك بنفسك، هتشتغل على نفسك، هتحسن من قدراتك، هتحاول تثق بنفسك من جديد، وتوصل للمشروع اللي انت عمال تشتغل عليه الفترة دي. بسم الله، اللهم صل وبارك عليه. انت عندك فرحة طال انتظارها، عندك اخبار مبشرة، بس عايزاك تتفائل. مش معنى ان انت هتخرج من علاقة او هتخرج من مشروع فالحياة كده وقفت. الحياة ما بتقفش على حد، الحياة ما بتقفش على حد. وخلي بالك، انت اكتر حاجات بتعاني منها الاعراض اللي ظاهرة في جسمك. انت احب اقولك ان انت عندك مشكلة صحية بتحاول ان انت تعالج نفسك منها، عندك كذا حاجة بتحاول تطلع نفسك منها، الله أعلم، بس انت عندك نجاح. وعايزك تخليلي بالك من صحتك مع أي مشكلة. في حد كنت عامله حبيب وصديق وضحيت عشانه أكتر من مرة، الحد ده كان وراه ست بتنق عليه، وكان وراه أذى، لدرجة ان هي كانت عاملة له سحر مشروب، والسحر المشروب ده اتقلب على البيت كله. ست كانت عاملة للشريك او عاملة لحد مقرب لحياتك سحر مشروب، والسحر المشروب ده اتقلب على البيت كله، لدرجة انه خسركم كتير جدا في حياتكم، خسركم كذا حاجة وكذا امور ضايقتكم بسبب السحر اللي اتجدد، وسحر المشروب كان معمول للطرف التاني. في كمان عندك راجل وفي واحدة ست بتنق عليه، الراجل والست اللي بتنق عليه دي، الست دي شعرها طويل، شعرها طويل ووشها في علامة كده وبيضة، فياريت تخلي بالك منها. لو انتوا عندكم ست شعرها طويل وبيضة وفي علامة في وشها، خلوا بالكم منها، وكونوا حريصين كويس جدا على اي حاجة منها. وبلاش الفترة اللي جاية لو انتوا عندكم جيران في بينكم وما بينهم كلام، بلاش العشم الزايد، بلاش العشم الزايد، عشان في قلب ترابيزة انتوا ناويين تقلبوا الترابيزة على حد، او في حد عندك ناوي يقلب الترابيزة عليك. انت منتظر حاجات كتيرة جدا، وفي كذا موضوع اتأجل عليك، كذا حاجة اتأجلت عليك في حياتك، فياريت اي تأجيلة بتكون، كل تأجيلة في حياتك هتكون ليها خيرة مميزة لحياتك، بس انت ركز على اخبارك وركز على انطلاقاتك اللي جاية، علشان هيكون في احداث حلوة مع تبشرات باذن الله لمستقبلك. ما تقلقش خالص، انا مش قلقانة عليك، انا بس متفائلة ان انت هيكون عندك انتصارات حلوة. بص بقى، اول حاجة انت
ناوي تشتغل وبالفعل هتشتغل، ومش كده وبس، كمان انت هتشتغل وشايف الحقودة الغيارة منك دي انت هتطردها بره حياتك، هتطرد الاشخاص الظالمين المنافقين بره حياتك. عندك خروج من هموم، والحياة عندك هتتبدل 180 درجة. ما تقلقش، لا انا كده مش قلقانة عليكم خالص. ناويين على سفر، ناويين على طريق مفتوح، وبالفعل الطريق ده مفتوح قدامكم، امشوا فيه. انت دايما بتختار الحياة الصح. عندك كذا موضوع هيشتغل في دماغك، وكذا كذا حاجة هتبدأ تشتغلها. عندك خروج من هم، خروج من حاجة معينة في حياتك الفترة اللي جاية انت ناوي تغيرها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الشخص المسجون، الشخص اللي تعبان عندك، او الشخص اللي هو مريض، او الشخص اللي في خنقه وفي ضيقه، انا بقول لك اقف جنبه وساعده، علشان هو محتاج من كتر الضيقه والخنقه اللي هو فيها، حاسس ان الدنيا سودت في وشه. بمجرد ما انت هتتكلم معاه او هتزوره او هتقف جنبه، هتبدا الحياه تتفتح تاني قدامه، علشان هو اتهم ظلم او في حاجه عنده تعبان منها ومخنوق، فياريت تقف جنبه وتساعده وتخليك مصدر خير ليه. في كمان ربط احداث بموضوع معين شاغل بالك بقاله مدة، هتربط بيه كذا حدث، ومن بعد الاحداث اللي انت هتربطها دي هتاخد قرار مهم، علشان القرار ده طال انتظاره في حياتك. الوضع عندك هيبدأ يتحسن، بس خلي بالك انت هنا ناوي على ورقة، او في ورقة نفسك تخلص، علشان الورقة دي شغلة بالك بقالها مدة. هتعيش يوم ايجابي، يوم مليء بالحب والمفاجآت لحياتك، وهتطور من نفسك في كذا حاجة بوقفة في حياتك. انا مش قلقانة عليك خالص، انت عندك تبشرات واخبار حلوة جدا، وعندك كمان خروج من أزمة مادية أو خروج من أزمة نفسية في حياتك بتعاني منها بقالك مدة، بقالك تغيرات الفترة دي. هيكون عندك كذا حاجة أنت هتفعلها بنفسك، وهتطلع من كل المشاكل اللي أنت بتعوم عليها في حياتك. بس ابعد عن أي حاجة تخص الركود عندك، ابعد عن أي حاجة فيها احداث تضايقك او تخنقك، وما تسمعش كلام اي حد. انا اللي بقولك ما تسمعش كلام اي حد. انت بتكون ماشي في طريق الله، ماشي في امان، وفجأة بتلاقي حاجات كده غريبة عملت لك عراقيل، عملت لك مشاكل، عملت لك طاقات سلبية تضايقك وتخنقك. طيب ايه رأيك نشوف النية بتاعتكم؟ بعض منكم البال مشغول برزق، والتاني البال مشغول بحياة عاطفية. طيب لو انت بالك مشغول بالرزق، فانت عندك طريق مفتوح، والطريق المفتوح ده هيكون فيه اخبار حلوة، او هيكون فيه طاقات ايجابية، وهتدخل من نفس الطريق ده، هيبقى عندك تعارف على ناس جديدة، كلام بينك وما بين احبة، كلام بينك وما بين اشخاص كتيرة جدا، وهيبقى عندك احداث. حياتك العاطفية انت دايما بتتعب، ودايما انت اللي بتطلع زي ما قلت لك بالمشاكل السلبية اللي في حياتك، فانا مش عايزاك تدي كتير، وازن العلاقات في حياتك العاطفية، عشان عندك خروج من هم كبير طال انتظاره. طلعت 2 ستات بره حياتك، عرفت ان هم منافقين، وان هم ناس مش كويسة. انت طلعت 2 ستات من حياتك. عندك هنا كمان حياة معينة، تغيير عتبة، تغيير سكن، تغيير بيت، الله أعلم، بس انت عندك تغيير مكانة جديدة في حياتك هتطلع منها، وانت اللي هتكون منصور ومتكل على ربنا. هتلاقي صديق، الصديق ده هيقف جنبك وهيدعمك وهيكبر منك، وهتلاقيه عايز مصلحتك فعلا. انت بس ما بقتش تثق في الناس زي الاول، وما بقتش تثق في حد خالص، فقدت ثقتك باشخاص كتيرة جدا، اكتشفت ان هم منافقين وكذابين، اكتشفت ان في ناس كتيرة جدا بتنافق عليك وبيخدعوك. تحياتي ليك، اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. خلي لي بالك من نفسك، قراءتك كلها متبشرة، قراءتك كلها فيها اخبار حلوة باذن الله.
بس خلي بالك من بعض الاشخاص اللي هما بيلعبوا عليك، ويا ريت تربط الاحداث ببعضها، هتطلع النتيجة اللي انت محتاجها. واتمنى لك الخير والسعادة. لو القراءة عجبتك انزل في الكومنتات وقول لي ايه اللي انطبق عليك. تحياتي ليك.